اليوم فعاليتنا في المدرسة عن اللون الأصفر، ولكن لأني لبست البرتقالي قلت بكلمكم عن البرتقالي. اللون البرتقالي هو لون بين الأحمر والأصفر، ويعتبر البرتقالي من الألوان الحارة. اسمه مشتق من اسم فاكهة هي البرتقال، واللون البرتقالي موجود في أشياء كثيرة. فكروا معي لنعود بعد قليل ونرى الأشياء التي بالبرتقالي. بابا. نعم. احنا في الباص لما نروح هذاك ما يكلم لنا، بس كل يطلع برا يجمع يمكن يشوفه، بس احنا وش نسوي؟ لو نصرخ، لو كنا نقول نشيده وما يتكلم لنا. من هو هذا عاد؟ هذا هو اللي يودينا الباص. الباص بحريني هو؟ اتوقع بحريني. تتوقعين؟ وحافظ على هدوء ولمسته. توجد تدرجات إلى اللون البرتقالي، الغامق والفاتح والمتوسط. هذه بالونة برتقالية واللي صوبها فاتح واجد. هذا برتقالي فاتح. وش رأيكم بالفستان البرتقالي؟ وهذا هاتف نقال برتقالي. تحبون لباسكم برتقالي؟ ولا تنسون الجزر اللي يقوي النظر. هذاك الباص كل روحاني اقول لي ابا شو الستر، وبعدين ود معامل يقول انزين انا بودي زين، يروح بيودي اللي هم ما يودي على طول ودا معامل. مرة ثانية أقول لي أو بعدين يقول لي أوكي ويودي أول شيء معامي. بعدين أنا قلت له أنا قايل يقول لك ودي أول شيء سترة، بعدين معامي قلت ما يودي، بعدين رد. يعني مو بحريني؟ كنت أنت تكلميني إياه كذي تقولي له ودي أول سترة بعدين معامي؟ ها يعني مو بحريني؟ انزين اليوم وين ثياب المدرسة؟ ليش مو ثياب المدرسة اليوم؟ لأن اليوم بيسوون لنا حفل اللون الأصفر والبرتقالي. وين الأصفر؟ هذا برتقالي تين لابسه. لابسه. هذا مو أصفر بابا، هذا أصفر، هذا مو أصفر. شوية نفس لون الأصفر. ولا وش المينو؟ المينو عشان قالوا بنوزع بابا، يقولون بنوزع، يقولون كورونا ما صرنا نلعب يا بعض، خلش نوزع على بعض وكل شيء. هاي بابا تغربلين وما تقولين كده تقولينها. انزين وش قلتين الحين بابا؟ تبغين تروح المدرسة مشي؟ ايه. انزين كيف تعبرين الشارع؟ يدلوني. ندليشة؟ ايه قول لي وين خلاص بدل. اي احسن تروحين في الباص لو تروحين في لو انا وديش الباص؟ بس الباص تقعدين من الصبح عشان تروحين عادي. ليش تحبين الباص اكثر؟ لان هناك اصدقائي وهناك اقدر العب اياهم في الباص كان فسحة. انزين اي احسن، اللون الاصفر لو البرتقالي؟ برتقالي. ليش اللون البرتقالي؟ لانه احلى. بس لانه احلى. ايه. يلا نمشي. ايه يلا. من جل كتابه برتقالي قبل جلسة من الجلد باللون البرتقالي، حذاء رياضي باللون البرتقالي. هذا اللون البرتقالي مخلوط فاتح وغامق. الأحمر والأصفر إذا نمزجهم مع بعض
نحصل اللون البرتقالي. من يحب يصبغ شعره مثل ها؟ الله، غروب الشمس يجنن، وعشاق الكرة جبنا لهم كرة برتقالية. هذا كرسي أصفر له برتقالي فاتح. أتمنى إن اللون عجبكم، وباي باي يا عصافير الصغار.